أمثلة كثيرة وكنيستها مليانة يا سيدنا، بس عايزين نفتح كمان تكلمنا عن أمثلة معاصرة. يمكن بعض الناس يعني بيقولوا يعني دولت قديسين كبار، لكن في أمثلة معاصرة في الحياة القريبة بتاعتنا، يا ريت نفتح يعني تكلمنا عن أمثلة معاصرة. ما يحدث في بعض الكنائس قريب يعني في الوقت القريب، لكان الأربعين أعتقد أول امبارح بتاع شهداء كنيسة ماري جرجس في طنطا وكنيسة ماري مرقس في اسكندرية، كل ناس يبقوا عارفين انه، وبقيت الكنائس اتملت بالناس رغم انهم عرفوا انه حصل هذين التفجيرين وما اثنهمش عن الحضور يوم احد الشعانين في الكنائس كلها. يعني عايز اقول انه النصر على الخوف، النصر على الخطية، والخوف خطية، عشان كده شعبنا القبطي دايما يقدم أمثلة للنصر على الخوف والجرأة القوية في التصدي لأي محاولات. أسود ولاد ماري مرقس صحيح فعلا أشبال أولاد أسد أسد سيدنا، يمكن برضو الشهداء الليبي يعني مثال عظيم جدا طبعا عن الصمود. ده يقولوا قعدوا شهرين يحاولوا الناس اللي قتلوهم يثنوهم عن الإيمان، يثنوهم عن الإيمان، ما قدروش. وأهليهم أشادوا بهذا، وأم قالت كده لو كان ابني ضحى بالإيمان وجالي حي كنت أنا اللي موتته. صعيد يعني شوف قد إيه التعبير. وطبعا صعب ان ام مؤمنه تموت ابنها، لكن قصدها تقول يعني انه هيبقى في حكم الميت يعني لان ازاي يضحي بالايمان. شعبنا القبطي وكنائسنا باستمرار تقدم المثال القوي في الجراه وعدم الخوف والنصره على خطيه الخوف. يعني سيدنا يا ريت نفتك تكلمنا عن يعني الدور الانساني دلوقتي، يعني هل النصره من عند الرب؟ طب احنا عارفين